من الصعب أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، لأنها أولا هذه الهجمات يعني متعددة الأوجه، وبالتالي هي ليست في مواجهة مع جيش نظامي حتى تقوم بشن عمليات موسعة أو واسعة النطاق. ولهذا أنا ذكرت لك في البداية أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل العمليات العسكرية مفتوحة، أي ليست عمليات عسكرية واسعة النطاق، في إطار الفعل ورد الفعل. يعني كلما صعدت الحركة الحوثية عسكريا يتم الرد عليها واستهداف المناطق التي تنطلق منها الصواريخ أو الزوارق المفخخة أو ما شابه ذلك. أما فيما يخص لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية ردع الحوثيين، من الصعب أن تردع جماعة مسلحة. ما هي جلست الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان 20 عاما أو 20 عاما، ولكنها في نهاية المطاف خرجت، فهي ليست في مواجهة جيش نظامي، ولا تريد أيضا التصعيد في البحر الأحمر بشكل كبير، لأنها قادمة، الإدارة الحالية قادمة على انتخابات. أيضا لا تريد أن تتوسع العمليات العسكرية في المنطقة لأنه قد يضر بمصالحها في المنطقة، ولهذا ليس من مصلحتها في الوقت الراهن أن تصعد عسكريا بشكل كبير لردع جماعة الحوثي في البحر الأحمر، بقدر ما يهمها أن تؤمن الملاحة في البحر الأحمر بأقل قدر من الخسائر.